الدوري لم يشكل لاعب زوف فريقا يكافح لاحتلال المركز الأول بعد، لذا كان النشاط المرتبط بالتحكم بالنادي مهما جدا بالنسبة إلى المشجعين في تلك الفترة. وفي 20 فبراير عام 92 باع جيان ماركو كاليري نادي لاتسيو لسيرجيو كرانيوتي مقابل 25 مليار لير، فبدأت حقبة جديدة. طلب عدد من المشجعين عن حق أو غير حق أن يحسن لاتسيو تشكيلة الفريق، وتوفرت لدي الوسائل بصراحة للذهاب إلى السوق والقيام بما يمكن لناديي إنتر وميلان القيام به، ولو تمكنت من ذلك لما تراجعت. وفي تلك المرحلة تلقيت عرضا من كرانيوتي ليتولى زمام الأمور، وطلبت فقط المال الذي أنفقته، ولم أرد أن أجني فلسا واحدا على حساب نادي لاتسيو. قدمت قلبي لنادي لاتسيو وقد بقي معه. وأود أن أذكر بأنني عندما تركت لاتسيو لكارنيوتي كان النادي في الظلام مع بضعة مليارات لير فقط في الخزانة. كان رئيسا ممتازا وبنى في فترة صعبة بالنسبة إلى لاتسيو أسسا صلبة ومستقبلا حقيقيا، إذ قبل سنوات قليلة لم يكن الوضع مماثلا بكل تأكيد. في الواقع لقد كان رجلا مصمما ومهما جدا لنادي لاتسيو. كان عرضا لم أستطع رفضه لأسباب عائلية كما تعرفون جميعا، لكن قبل كل شيء لأن العرض تضمن تفاصيل حول التزامات السيد كرانيوتي وفريقه المستقبلية التي اقتضت رفع لاتسيو ليصبح بين الفرق الأولى في كرة القدم الإيطالية. بالنسبة إلي لطالما كان لاتسيو مهما وأعتقد أنني حققت حلما، وأرجو أن أعطي لاتسيو كل الدعم الممكن كي يتمكن الفريق من بلوغ مركز يستحقه على الصعيدين المحلي والدولي. منذ لقائي مع غاليري اتفقنا على الفور، وأنا شخصيا أود أن أشكر السيد غاليري على أعمال إعادة البناء التي أنجزها داخل النادي والتي أنجزها أيضا مع الفريق ككل. الأمر ممتاز بالفعل ونأمل الاستمرار. في 12 مارس من عام 1992 تسلم سيرجيو كرانيوتي الذي كان برفقة أخيه جوفاني رئاسة نادي لاتسيو، وعين ليونيلو سيلون مديرا إداريا. أي وعود قطعت للمشجعين؟ سبق أن قطعت بعض الوعود، ومنها أن أجعل الفريق ممتازا. سنستخدم كل خبراتنا المهنية ومجموعة من المدربين الذين سيتمكنون تماما من منح روما فريقا ممتازا. أعلن الرئيس الجديد الذي انجرف في موجة الحماسة التي تميز أي مشجع عادي عن مستقبل عظيم على الفوز، وألقت خططه بظلها على النتائج المخيبة التي حققها الفريق. هذا العام خسرنا في النهاية، خسرنا دوما خلال الدقائق الخمس الأخيرة، خسرنا ضربات الجزاء في الدقيقة 90، والآن علينا البدء من جديد، وسوف يحرص كرانيوتي على ذلك بالطبع، وأيضا سوف نحاول جمع فريق يمكنه إرضاء توقعات مشجعي لاتسيو. في سوق الانتقالات استخدم لاتسيو من فوجيا هدافا كان له تأثير كبير، وهو بيبي سينيوري، لاعب نحيل لكنه يتمتع بميزات رائعة. التقيت بريغاليا الذي استخدمني وكرانيوتي الذي أصبح رئيس نادي لاتسيو الجديد وكان يحلم بالفوز في مسابقة ما. استخدم 5 أو 6 لاعبين مهمين بهدف احتلال الفريق مركزا مؤهلا للمشاركة في دور أبطال أوروبا على الأقل، نظرا إلى أن لاتسيو لم يتأهل قط إلى تلك المسابقة. كان يوم 24 أغسطس عام 92 اليوم الذي حقق فيه الإنجليزي بول غاسكون دخوله الظافر ورحب به في مطار فيوميتشينو أكثر من 2000 شخص. وما أشعل حماسة المشجعين هو استخدام اللاعب الإنجليزي المميز وحملة غنية تمثلت بضم لاعبين جدد، إضافة إلى أن لاتسيو استخدم أيضا اللاعب الهولندي أرون وينتر.
وأخيرا بدأوا يرون بصيصا في نهاية النفق. كان قدوم كرانيوتي نعمة حقيقية بالنسبة إلى لاتسيو، لأنه ابتكر مستقبلا وفريقا، وقد منح كرانيوتي دفعا مذهلا للنادي مع توقيع لاعبين جدد والتوقعات المستقبلية. كان القوة الدافعة وراء تقدم لاتسيو ووراء نجاحه المستقبلي. إلى اللقاء قريباً.